أعادت الابتسامة من جديد بعدما مرت به الأمة العربية طوال قرابة 3 أعوام من الفوضى والتخريب. هذا ما تجلى في سماء مصر اليوم بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية وتدشين حفل تنصيب رئيس الجمهورية في وقت استقبلت فيه السفارة المصرية في اليمن العشرات من المهنئين بمناسبة فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية المصرية. لقد حان الوقت أن تعاد الابتسامة لكل عربي ومسلم في بقاع العالم. ما مرت به الأمة العربية والإسلامية خلال الثلاث سنوات الماضية كانت زلة. المهنئون من الأحزاب والشخصيات الاجتماعية والسياسية في اليمن أكدوا أن هذه المرحلة تحتاج إلى المزيد من الجهد من أجل أن تنهض مصر من جديد وتعود إلى صدارتها العربية والقومية. توثقت العرى والصلات بين والأواصر بين مصر واليمن في مختلف المراحل التاريخية، وخاصة في العصر الحديث في ثورتي 26 سبتمبر 62 و14 أكتوبر 63، وتعمدت هذه الأواصر بالدم المصري والدم اليمني الزكي الذي سال في كل المناطق التي كان لمصر تواجد بها. مناضلو وثوار سبتمبر وأكتوبر أكدوا أيضا أن مصر انتصرت للأرض والإنسانية، فهي منبع القومية ولها دور كبير في نجاح ثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر في اليمن. يسر الملتقى الوطني لأبناء الثوار والمناضلين والشهداء اليمنيين أن يبعث بكل فخر واعتزاز للزعيم المناضل المشير عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية المنتخب تهانينا من أعماق القلوب، والفرحة تغمر كل غيور أبي شريف في كل بقاع الدنيا، كما نهني الشعب المصري بكل طوائفه وفئاته أحزابا ومنظمات لهذا الاختيار الحر، آملين للمشير المنتخب أن يقود الأمة العربية لتستعيد مجدها. الرئيس السيسي سابع رئيس لمصر العربية يعول عليه 90 مليون مواطن مصري في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والعطاء. سامي الحجري، اليمن اليوم.